لوقف إطلاق النار في ماريوبول هو آخر الاتهامات التي واجهتها السلطات الأوكرانية لموسكو على لسان نائبة رئيس وزرائها إيرينا فيرتشوك. أرجعت سبب تباطؤ عمليات إجلاء المدنيين من مصنع أوزوفستال إلى الانتهاك الروسي المستمر لوقف إطلاق النار المعلن من قبلهم. وعليه اقتصرت عملية الإجلاء على 50 مدنيا ضمن الدفعة الأخيرة. ولعل هذا ما حرصت عليه موسكو كما كييف في نقل ورصد لحظة إجلاء هذه الدفعة. تعقد الوضع في أزوفستال أصبح يحتم تدخلا دبلوماسيا دوليا كما يقول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي من أجل الوساطة وحل الأمر. نحن نعمل أيضا على الخيارات الدبلوماسية لإنقاذ جنودنا الذين ما زالوا محاصرين في مصنع أزوفستال. هناك دول قوية تعمل على الوساطة في هذا الأمر. التطورات الحربية لم تختلف كثيرا في باقي الأراضي الأوكرانية خاصة في خاركيف، فمستشار الرئاسة أوليسكي أريستوفيتش قال إن القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة بعد استخدام الجيش الأوكراني أسلحة جديدة، خاصة صواريخ بريمستون البريطانية المضادة للسفن ومدافع هاوتزر الأمريكية. هذه الأسلحة بحسب المستشار صنعت تقدما ميدانيا كبيرا بعد الحديث عن قصف روسي عنيف على عدة مناطق في خاركيف. على النقيض من ذلك وفي خرسون تحديدا، أعلن النائب البرلماني الروسي أندري تورتشاك أن بلاده ستبقى في جنوب أوكرانيا إلى الأبد بعد إعلانها السيطرة التامة عليه. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية ضمن آخر إحصائيات عملياتها قصف مستودعات للذخيرة والوقود للجيش الأوكراني وأسقطت بعض مقاتلاته. أمام كل هذا تعلن الخارجية الروسية أن قواتها غير مضطرة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا. واعتبر المتحدث باسمها أليكسي زانسيف إن اتهام موسكو بذلك أمر خطير، مشيرا إلى أن ما ناقشه المسؤولون الغربيون بهذا الشأن لا صلة له بالتحركات الروسية على الأراضي الأوكرانية.